السلام عليكم، والحين احنا في قلب E3 ونجرب لكم لعبة ماتر فول. هذه حصرية بلاي ستيشن وراح تكون على دقة 4K زي ما انا بلعبها قدامكم، دقة 4K على 60 اطار. الحين خلونا نبدا. طبعا اللعبة صار قريبة من العاب كونترا والالعاب القديمة اللي هي البلاتفورمر. بختار اصعب مستوى صعوبة لان دائما انا هايط بالاشياء هذه، ودائما احب العب اصعب شيء عشان يكون في تحدي اكثر. اول شيء تلاحظون ان اللعبة صايرة قريبة زي ما قلت لكم من العاب كونترا، مترويد، العاب هذه ال 2D اللي تكون فيها بلاتفورمر. طبعا التحكم معقد صراحة بالنسبة لي انا كاول مرة استخدام له، وتعب جدا في استخدامه. يعني الاروان ينقز، وعندكم الانالوج على اليسار هو اللي يتحكم بالطلق، وعندكم كل ما تمشي اكثر كل ما تجيك حركات اكثر، مثلا R1 يخليك تنقز مرتين زي ما تشوفون. وعندكم برضو هذه الاشياء اللي او الوحوش اللي يعتبرون ما ادري ايش اسمهم صراحه، بس فكره انهم يكون لونهم برتقالي، وبعدين اذا ضربتهم بالسترايك يصيرون ازرق، وبعدها تقدر تطلق عليهم. السترايك طبعا R1 اي شيء، عفوا السترايك هو L1، اي شيء تضغطونه L1 واي سهم يكتب سترايك. تسوي سترايك فوق، سترايك تحت، سترايك يسار، سترايك يمين. السترايك تسويه اساس اول شيء انك الاعداء تخير لونهم من اللون البرتقالي الى اللون الازرق، وبعد تقدر تطقهم. وهذا الشيء تشوفونها برضه عشان تعديت تحتاج السترايك انك تخترقهم من داخل، اما اذا من غير سترايك ما راح تقدر تخترقهم، تستخدمهم كانهم ارض تمشي عليها. وهذا تشيك بوينت كالعاده زي العاب التشيك بوينت. هنا زي ما تشوفون في نقدر نطلق الحين بالار 1، واستخدمت السترايك مره ثانيه عشان اقدر اطلق عليهم. اذا طلقت عليهم من غير سترايك ما راح يتاثرون كثير، عشان كذا اول شيء سوي سترايك بعدين اطلق عليهم. لا تحفظون هذا الترتيب جدا لانه قدام راح تصير الاشياء معقده اكثر. هذا بس في التدريب قاعد تشوفونه. وعندكم هنا بضغطوا L2 R في حاجه اسمها الماتر جيت، وهذا هنا طبعا انك حررت فيه واحد من الناس انك تحررهم، وهذا انت تستخدمه حق تشغل اسانسير، ترفع لفوق تنزل لتحت زي ما تشوف قدام. وهنا اخذت قنبله والحين بحطها. اوكي الحين القنبله عشان استخدمها لازم اطلق على تحت هنا، اضغط مثلث وغيرت الحين. طيب الحين فجرتها واكمل طريقي. هذا جدار زي ما قلنا برضه نفس الشيء بالسترايك، وطق سترايك وطق سترايك وطق. انا جلست مع المطور وقال لي اذا توهقت في اللعبه هذه بس تضغط سترايكات سترايكات وطق سترايكات وطق، وترجع طاقتك وكل شيء. بس الموضوع مو سهل زي ما تشوفون الحين، يعني الموضوع لسه قاعد يتطور، والسالفه لعب فرندلي، بس قدام راح الموضوع يعني زي ما تشوفون. شوف 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 كم واحد جاني الحين هنا، تطلق سترايكات، غير كذا تسوي سترايك فوق اساس تقدر تخرج هذا الشيء بحيث انك ما تنطق. وهنا تستخدم الدارك ماتر بحيث انك تقدر تشغل اسانسير انزل تحت، او تقدر ترفع على فوق. وهنا حاجه ثانيه، تحط الدارك ماتر على خلينا نقول الجدار هذا الازرق بحيث انك تخليه فعال وتقدر تمشي عليه. وطبعا مع الوقت هو بيروح يعني ما راح يقعد لك، فاللعبه بتلخبط يعني. وهنا استخدمت الدارك ماتر بحيث انك تذبح الوحوش الزرق، تقدر تذبحهم بالدارك ماتر او انك تطلق عليهم. وطبعا هذا الشيء الاحمر تحاول انك تبعد عنه اللي هو الريد ماتر الاحمر، لانه ياثر يطقك هنا. شوف هنا كيف، هنا حاطين لي اعداء بين حاطين لي هنا، شوف حط ماتر تحت بحيث انه ما اطيح. وهنا رحت مكان جديد لما تشوفون عن طريق التليبورت. وهذه الاشياء النودز اسمها، هذه تعبي لك الانرجي، واذا تعبى بوريكم حاجه ايش تسوي الحين فيها. زي ما تشوفون الحين باب مقفل، ايش لازم اسوي؟ تضغط مربع بحيث انك تسوي اكتيفيت الاوفر تشارج، ويجونك وحوش فوق تذبحهم كلهم واحد واحد، ولما تخلص منهم راح يفتح معك الباب. يعني هذا زي ميني جيم صغير بحيث انك تقدر تفتح باب مقفل او اماكن تكون محدوده بحيث انك تعديها. هذا تشيك بوينت اخذناه مره ثانيه. وهنا رحنا مكان فيه تعقيد اكثر، اللعبه كل ما تطور اكثر كل ما تقدم تصير فيه تعقيد. زي ما هنا تشوفون اضافوا حاجه اللي هي انك تقدر تحلق عن طريق الجاذبيه، انك تمشي على البنفسجيه هذولي، وفي نفس الوقت لازم تطق الاشياء البرتقاليه اللي فوق عن طريق اول شيء تفجر السترايك زي ما تشوف الحين فجر، اوكي، او تطلق عليهم بالسترايك قدام بحيث انك تبعد عنهم. يعني اللعبه هذه يبي لها زي ما قلت لكم سرعه حركه ورفلكس مره عادلي عشان تعدي فيها. هنا معطيني طريقين، طبعا رحت انا الطريق اللي تحت لان حسيت ان هنا في شيء. نفس الشيء سترايك سترايك زي ما تشوفون تعودت عليها، خلاص سترايك يطلق سترايك يطلق، سترايك على فوق
بعد ان هذا مو كل الوحوش يموتون من ضربة واحدة بس رايك، بعضهم زي هذا العناكب مزعجة ما تموت بسرعة، بس مثلا بجد زي المسدسات ذول اللي بالجو هذا تقدر تطلقهم عادي يموتون بسرعة، العناكب مزعجين جدا. في نفس الشيء او شوف هنا كيف، او شي حط ماتر انجز ماتر ما جت معي ماتر. اوكي هناك في شيء على الايتم على اليسار بحاول اروح اخذه. يا الله الماتر اللي تحت طاح، شفتوا كيف قلت لكم ما يدوم عندكم هذا الشيء، الجدار الازرق ذا ما عارف شو اسمه. اوكي اخذنا الماتر، ليش ما اخذته؟ مو باخذه او اللي كان عندي فل. اوكي مو لازم بطقع كيف زهقني مو راضي يجي معي. طيب خلينا نكمل طريقنا الحين، ذبح هذا ذبح هذا سرايك ذبح سرايك ذبح. اتوقع حاليا الحين وردتكم كل شيء في المرحله موجوده. وهذا البوس الاول جاني، البوس حق المرحله الاولى هذه زي العاده السكيل اللي تعلمته بطبقه هنا، سترايك اطلق سترايك اطلق سترايك اطلق ومات البوس وعدينا المرحله الاولى. وهذا كانت تجربتنا للعبه دارك ماتر. انا ادري ان في لحسه مخ في التحكم وزي كذا، بس اتوقع مع الوقت تعودون عليها، وكل ما تعود عليها كل ما تقدر تخلص مراحل اكثر، كل ما تخلص مراحل اكثر كنت تقدر تاخذ نقاط اكثر وتطور لعبك بشكل افضل. كما كنت تشيحها، تشوفكم في فيديو ثاني قناة تور جيمينج. مع السلامه.